بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات هذا البرنامج الوطني الكبير كفاءات الأردن. احنا الآن موجودين في العاصمة عمان بضيافة روضة وأكاديمية أبجد هوز، وبداية اسمحوا لي أن أرحب بالسيد رشاء بسام أبو رقية، طبعا المدير العام لهذه الحضانة وأحد الشركاء. ست رشاء، بداية مساء الخير. أهلا، مساء النور، منوريتنا عبر هذا البرنامج، وبالتأكيد أنت من الكفاءات الأردنية اللي بنعتز ونفتخر فيهم في هذا القطاع الحساس والمرتبط بالتعليم والطفولة. بداية نعرف سر المشاهدين بحضرتك، وأنت يعني غنية عن التعريف، نتحدث عن مسيرتك العلمية والعملية وصولا إلى هذا الموقع. طبعا بداية برحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم بروضتنا، روضة أكاديمية أبجد هوز. بحب أعرف عن حالي، أنا اسمي رشا بسام أبو رقية. طبعا انا كانت دراستي في مجال تربيه الطفل ومجال التعليم. اشتغلت قبل هالمره في مجال التدريس عدد 7 سنين، اشتغلت بالاداره ايضا، اداره الروضه في مجال كمان 7 سنين. طبعا بحب الاطفال، وحبينا انه احنا نطلع من لمكان جديد، ودرسنا الموضوع، درسنا المنطقه، شفنا انه هاي المنطقه فيها منطقه سكنيه ما فيها عدد روضات كتير، وحبينا نعمل روضة إن شاء الله تكون مميزة. إن شاء الله. يعني الآن روضة وأكاديمية أبجد هوز هي روضة وأكاديمية جديدة في هذه المنطقة. نتحدث عن يعني عدد الصفوف، العدد الطلاب والأطفال الموجودين، الإدارة، الكوادر الموجودة. إحنا عنا هاي الروضة فيها 4 صفوف. إحنا حابين يعني نفتح فيها صفين KG2 وصف KG1 وبري سكول. وفيها طبعا منطقة الألعاب، فيها منطقة ألعاب داخلية وفي منطقة ألعاب خارجية، إن شاء الله يا رب أنها تكون تناسب سكان المنطقة. نعم. والمناطق المجاورة أيضا. جميل. نتحدث عن الرؤية المستقبلية والطموحات في روضة وأكاديمية أبجد هوز. بالتأكيد يعني طموحات كبيرة، هناك رؤية وأفكار ومحاور للمستقبل، نحكي عن الخطوات القادمة. أكيد طبعا إحنا عندنا رؤية وأهداف، أنه أولا يعني تكبر هاي روضتنا، يتعرف علينا أهل المنطقة،
يكسبوا ثقتنا، يصير عندنا أعداد أكبر، طبعا نحقق الأهداف اللي إحنا حاطينها في هذه الروضة، أهدافنا تربوية، أهدافنا برضو يكون تعليمية، طريقة صحيحة بطريقة اللعب إن شاء الله. يعني عن تطور هذا القطاع بما يخص موضوع الروضات الأكاديمية والطلاب وال هي ظاهرة إيجابية، والتنافس يجب أن يكون يعني تنافس وتميز بعيد عن النظرة المادية أو كذا، لأنه بالتالي هي بتهم مصلحة الطفل أو الطالب. نحكي عن تطور القطاع على مستوى الأردن ومستوى الدول العربية بهذا المجال. والله على مستوى الأردن يعني لاحظنا السنوات الأخيرة تطور كتير كبير وانتشار واسع في الروضات والحضانات. يعني في المنطقة صار في الشارع أكثر من روضة، يعني كثير في روضات، وفي منها للأسف تجارية، في منها طبعا تربوية تعليمية. إن شاء الله يا رب إنه إحنا نكون كلياتنا نوصل لهذا الهدف، إنه هدفنا هو تربوي يكون أكثر منه تجاري. بالتأكيد يعني زي ما تفضلتي قبل قليل بالإعداد، تحدثنا إنه الكوادر الموجودة عندكم هي عندهم الخبرة وسبق وعملوا في هذا المجال طبعاً لسنوات. طبعا الحمد لله ربنا أكرمنا بكادر تربوي تعليمي رائع ممتاز الحمد لله، معلمات يعني من أقوى المعلمات، من أقوى الخبرات أيضا. إن شاء الله كلياتنا إنه نكون إيد واحدة، ويكون هدفنا فعلا تربوي، إنشاء جيل متمسك بدينه ومعتز بوطنه، ويكونش هدفنا مادي أبدا. إحنا روضتنا بكوادرنا والأهداف اللي إحنا حطينها، هدفنا أبدا مش تجاري. يعني إحنا بناخذ أسعار رمزية جدا بالنسبة للخدمات اللي إحنا راح نقدمها للطلاب والأهالي إن شاء الله. نعم، أنا حاب أن نرجع للبروشور المطبوع عندكم. يعني نعم، بحوي مجموعة من الأفكار الجميلة حقيقة ونشاطاتكم بما يخص موضوع المناهج أو التعليم عن طريق اللعب، نحكي عن هاي النقطة. طبعا إحنا أهم أهدافنا هلأ إحنا حطيناها أنه يكون تعليمنا للأطفال عن طريق اللعب، ورح نحط كمان مناهج إضافية. يعني لا، ما بدنا نخلي المنهاج المادة جامدة إعطائها بطريقة تقليدية، بنحاول نبعد يعني جميع الطرق والوسائل أنه نبعد عن الطرق التقليدية، بنحاول نعطيهم عن طريق اللعب محبة، نكسب محبة الطالب للمعلم، وحابين كمان نضيف لنا مواد جديدة يعني بالنسبة للإنجليش اللي بيعاني منه كثير الأهالي بيطلبوه منا. في عندنا منهاج جديد اسمه كمان تفكر مع النوس، إن شاء الله رح نفعله بطرق بسيطة دون تكلفة على الطالب ولا على الأهل. نعم، نعمة الأمل والأمان هالمنظومة الجميلة اللي بتميز الأردن عن كثير من بلاد العالم، دور جلالة الملك الحمد لله بالمجال السياسي، دور جلالة الملكة رانيا بما يخص موضوع التعليم تربية الطفل ودور المرأة بالمجتمع. لو قدر لك وكان في لقاء مع جلالة الملك وجلالة الملكة، شو ممكن نتحدث معهم؟ من يعني مربية فاضلة و الآن هو مشروع خاص، ولكن ما بدنا نحكي بزنس، ولكن احنا بنحكي عن دور المرأة بتقديم شيء بالمجتمع بما يخص موضوع التعليم والطفل. شو ممكن نتحدث مع جلالة الملك وجلالة الملكة بهذا الموضوع؟ طبعا بحب أشكر جلالة الملك عبد الله كثير وجلالة الملكة رانيا اللي ما بتقصر أبدا بدورها في التعليم والتربية واهتمامها في المعلمات. يعني ما شاء الله، يعني هي مش تارك مجال بالمرة أنه هي بتزور المعلمات، بتزور المعلمين، مدارس، في لها اهتمام كتير. بتمنى أنه إحنا نقابلها ونطرح المشاكل اللي بنواجهها والأمنيات والرؤى اللي إحنا بنحب نقدمها لأطفالنا، يعني في هذه الفئة، فئة الكيجي 1، فئة الكيجي 2 والبري سكول إن شاء الله. ومن هذه الأمنيات أنها تزوركم يعني في مكان عملكم، لأنه كان لها دور كبير حقيقة بما يخص موضوع الطفل والمرأة كما تفضلتي. سيد رشا، بالتأكيد أنا بحب أكد وأضيف على كلامك أنه المسؤولية يعني بالتالي هي مسؤولية مشتركة، كل واحد عليه دور، وجلالة الملك دائما يتحدث عن الدور السياسي للمرأة والرجل بشكل عام. ومنكم أستمد العطاء من أقوال جلالة سيدنا، ونختم بمقولته المشهورة بالتأكيد: ارفع رأسك أنت أردني. بالتأكيد همات الأردنيين دائما مرفوعة عالية بهمة النشامة والنشميات، أمثالك السيدة والمربية الفاضلة رشا بسام أبو رقية من روضة وأكاديمية أبجد هوز. بالتالي أو بالنهاية نحدد للسادة المشاهدين الموقع وكيفية التواصل معكم، ورح يظهر على الشاشة الأرقام والروابط. عنوانكم؟ احنا عنواننا حي الصحابة طريق المطار مقابل مدرسة البهارات، اسمنا روضة وأكاديمية أبجد هوز، يعني احنا مقابل مدرسة المهارات بالضبط. شكرا جزيلا ست رشا، وزودونا بمجموعة من الصور ان شاء الله. ان شاء الله، اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا اليوم. كل الاحترام.